جرافيك. البولي جرافيك او البوليجرام سبستيتيوشن سايفرز راح دقيقة خلي لحظة اجيب الماوس المتحرك. فالبوليجرام او البوليجرافيك هو استبدال متعدد، تشفير من نوع استبدال متعدد، بدل ما يشفر لتر لتر او سنجل لتر راح يشفر بلوك اوف لترز. خاف تجي فراغات مثلا، بلوك اوف لترز كل مره بدل راذر ذان سنجل لتر. هذا يجعل التحليل الشفره من قبل الهكر او من قبل الكريبت اناليست يكون اصعب، وهذا ايضا يدمر ما يسمى بالسنجل لتر فريكوانسي ديستريبيوشن. فالبوليغرافيك سبستيتيوشن راح يقسم لي البلين تكست الى جروب اوف لترز، قد يكون حرفين حرفين مثل ما نستخدم بالبلاي فير او بالهيل سايفر، يقسمها الى ثلاث حروف وثلاث حروف. وبعدين كل حرفين او كل ثلاث حروف راح يعوض عنهن بلترز او بارقام او بجرافيك سيمبلز رموز او بانذر جروب اوف كاركترز او بمجموعه اخرى من الحروف، وهي على الاغلب انه راح تحول حروف حرفين بالبلين تكس الى حرفين بالسايفر تكس او ثلاث حروف بالبلين تكس الى ثلاث حروف بالسايفر تكس. فنبتدي واحدة من طرق البلاي فير سايفر، هي واحدة من طرق البوليغرافيك. هاي الطريقة هي يعني invented، اخترعت بواسطة عالم انجليزي يسموه تشارلز ويتستون، لكن اللي حمل اسم شخص ثاني اسمه بارون بلاي فير. ليش هذا الشخص حمله؟ هو هذا الشخص هو يعني بلاي فير هو صديق تشارلز، لكن هو اللي يعني حقيقة دافع عن الشفرة قدام وزارة الخارجية البريطانية، لذلك هو صار اسم الشفرة باسمه. The best known multiple letter encryption cipher، يعني أو يعني أضبط أو أفضل تشفير ثنائي او ثلاثي خلينا نقول متعدد الحروف هو كان بلايفير. راح يعامل الدايجرامز هو انه يشفر حرفين حرفين، اكو ترايجرامز ثلاث حروف، فيعامل كل حرفين بالبلين تكست كسنجل يونت ويترجمهن الى حرفين اخرين بالسايفر تكست. يعني ما حلو انه شغل يتاخر هوايه كل ساعه عوف الشرح وارجع. صباح النور، اهلا. البلاي فير وصلنا هنا. البلاي فير سايفر هو فد يعني ادفانس فالتحسين على السمبل مونو الفابيتك سايفر. ليش؟ لانه انا بالمونو الفابيتك سايفر انا دا اشتغل ب 26 حرف، في حين بالبلاي فير دا اشتغل بالدايجرام، يعني
26 في 26 أو ما يسمى بال 676 دايجرامز، وهذا يجعل الشفرة أصعب بتمييزها، يجعلها more difficult. كذلك الريلاتيف فريكوانسيز اوف انديفيدوال ليترز، يعني تتذكرون اذا الفريكوانسي اناليسز لكل كاركتر راح يجعله اصعب باستخدامنا لبلاي فير، وبالتالي يجعل كسر الشفره اصعب. لهذا البلاي فير لفتره طويله كانوا يعتقدون بها، يعني حقيقه لفتره طويله كانت هي غير قابله للكسر. البلاي فير استخدمت استخدمها الجيش البريطاني بالحرب العالمية الأولى، وظلوا يعني حقيقة ظلت تستخدم بالحرب العالمية الثانية من قبل الحلفاء ومن قبل الجيش الأمريكي. البلاي فير الجوريثم هو إذا تشوفوها هي راح يستخدم ماتريكس 5 في 5 لترز، يعني هسه هاي هي 5 في 5 ماتريكس 5 في 5 هاي 5 في 5 ليش 5 في 5 راح تعطيني 25 حرف، وأكو حرف مشترك خلية من الخلايا كل آي ويا جي حسب بلاي فير هو اقترح هذا الشيء انه الاي والجي تاخذ خانه واحده دائما. تستخدم كيورد معين ولتكن الكلمه مثلا موناركي، هسه هاي راح اكتبها من فوق من اليسار لليمين ومن اعلى للاسفل، موناركي راح استخدمها هاي باللون الاحمر اذا تشوفون هاي هي الكيورد مالتي. بس من استخدمها لازم احذف من عندها شكو احرف مكرره، كانه دا استخدم مثل ما تعرفون الموديفايد كيورد، يعني فد يوم يجي انه ما اقبل واحد يدخل اكثر من 5 دقائق، لان ما يصير انه واحد يشرح وكل ساعه واحد داخل عليه. زين، إذن خلينا نستخدم كلمة كيورد موناركي. أكو حروف مكررة؟ ماكو حروف مكررة، أبتدي أكتب موناركي. زين، باقي الخلايا شلون أكملها؟ أكملها بالأوردر مال الألفابت اللي هو مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوان من المحاضرة تجي 5 دقائق زايد، الكيورد مالتي هي موناركي اللي هو هسه اول شيء اشوف هل اكو حروف مكرره، ما شفت اكو حروف مكرره كتبتها، وراها يبتدي الحروف اجي اقول حرف اي مكتوب، حرف بي راح اخلي حرف بي، حرف سي مكتوب، حرف دي ورا الحرف دي اكو حرف اي اف جي، الاتش مكتوب، الاي والجي خليه واحده مثل ما اتفقنا، كي L، الام والان والاو كلها مكتوبه، راح اكتب بي كيو، الار موجود اخلي اس تي يو في دبليو اكس واي زد، هسه مليته. هسه اذا راح املي الماتريكس مالتي بالريمينينج لترز حسب ترتيبهم بالابجديه. ما انسى انه الحرفين اي وجي راح يشتركون بخليه واحده. هنا البلين تكست راح اشفرها او اقسمها الى تو لترز تو لترز حسب قوانين. شلون هسه راح نشوف بعد شوي. ريبيتينج بلين تكست لترز، يعني اذا يجي حرفين مكرره بالبلين تكست سويه
احاول افصلهن. فمثلا الكلمه بالون، اذا اريد افصل بالون راح تصير البي والاي حرفين، اول حرفين. زين، حرف ال راح يجي ويا حرف ال، وهذا ما يصير. فاخلي حرف هو حرف حشو بيناتهن حتى يفصلهن، وليكن اكس اللي خاله بالازرق، فراح يكون ال اكس ال او او ان. ابتدي حرفين حرفين اشفرهن. زين، هذني شلون تشفر؟ عندي ثلاث قوانين، ثلاث اشياء: الصف والعمود والمستطيل. خلينا نجي. Two plain text letter are fold. إذا two plain text letter حرفين بالplain text بنفس الصف، فأستبدلهن بالحرف اللي يقع يمين الحرف. وإذا انتهى الحرف بالنهاية يرجع للبداية. يعني خلينا نقول الحرف AR، أريد AR بالplain text. شلون تشفر AR؟ أشوف موقع الأي هذا وهذا موقع الآر، راح أشوفهن القانون. يا هو القانون، القانون الأول اللي هو نفس الرو، فالأي أستبدلها بحرف آر، على يمينها حرف آر. الآر شو أستبدلها شباب؟ بحرف أم، فالأي آر تقابل لي بالسمول لتر، راح تقابل لي آر أم. أفرضها أو أن، الأو أبدلها بأن والأن أبدلها بأي، وهكذا. زين، إذا حرفين يقعون ضمن نفس الكولوم رح أبدلها بالتحتها لتر بنث، اللي هو اللي يقع تحتها. فمثلا for example البلين تكس مالتي MU، MU هاي الام وهاي اليو تقع تحت ضمن نفس العمود الام يو. الام اخذ تحتها سي، اليو ماكو شيء تحتها يرجع للاعلى ام. اذن ام يو تقابل لي سي ام. واضح شباب؟ دا تفهمون عليه؟ other letters البقية شنو؟ أكو قانون لاخ أخير. HS مثلا، H و S، خلي أشيل القلم حتى تفرغ. H و S، وين ال H وين ال S؟ هاي ال H وهاي ال S، أحوطهن بمستطيل. وطبعا هو ما يحتاج أحوطهن، بس أنا حتى أفهمكم. فاللي يقع بالريكتانجولر اخذ الزاويه مالته. يعني شنو؟ يعني اتش اس وين دا ابتدي بالاتش؟ الاتش تتحول الى بي، والاس تتحول الى بي، فالاتش اس تتحول الى بي بي. خلينا ناخذ مثال اخر على حرفين لا بالصف ولا بالعمود، وليكن الحرفين اي اي. وين الاي وين الاي؟ هاي الاي وهاي الاي، حوطهن بمستطيل. بديت بالاي، الاي اشفرها الى اي او جي بكيفي. اي ابتدي بالاي، الاي تشفر الى ام. اذا الاي اي، الاي اي تشفر الى اي ام او جي ام. شيء اخير اريد اقول لكم اياه، انه هنا مثلا هي كلمه البلين تكس اريد اشفرها، خلينا نقول هاي الكلمه اذا انتهت بحرف بحده شو اسوي له؟ مثلا حرف ار. زين، هذا حرف مفرد، قسمتهن حرفين حرفين، بقى حرف مفرد، اخلي حرف زد. واضح؟ هسه نجي دكتور ثابت، يعني حرف زد دائما؟ نعم. زد نعم، الا اذا هنا، اذا هنا انتهينا بزد فما نقدر نقول زد زد، خلوا لي اكس، هاي حاله نادره. واضح؟
واضح دكتور. Example. هسه نجي بالإكزامبل. Encrypt the message in set Romans. ال IN ال ST أقسمها ال RU ال ME ال NT وياي وال S ايش راح أضيف لها؟ Z مثل هنا هذا تشوفوها. زين نفس الكلمة الكيورد بستخدم موناركي، وهذا هي هذا الجدول اللي جوه الماتريكس، ماتريكس اللي جوه. هسه شلون اشفرها؟ اي ان حتى ما ادوخ. هنا الرولز ثلاث قوانين، اذا تقع بنفس الكولوم، اذا تقع بنفس الصف، اذا مو نفس الصف ولا نفس العمود. فهنا الاي ان شو تقابل للاي ان؟ جي اي. الاي ان اول شيء خلينا نقول وين الاي؟ هذا الاي. وين الان؟ وين الان؟ هاي. اذا مستطيل شيء قابل لي جي اي، هاي شيء قابل لي جي او اي، جي اي. الاس تي وين الاس تي؟ باعوا لي على نفس الصف، فشو تقابل لي؟ تي تي ال، تي ال. الار يو وين الار وين اليو؟ هاي الار وهاي اليو، شو تقابل لي؟ ام زد زد. هذا قابل لك ام زد كابيتال، لانه الام اي هاي الام وهاي الاي نفس العمود، شو تقابل لي؟ سي، وهذا شنو جواه؟ ال ال سي ال. الان تي هاي الان وهاي التي، شو تقابل لي؟ ار كيو كيو. الاس زد تي اكس، تي اكس. واضحه شباب؟ زين واضحه دكتور. جيد نجي شوفوا انا شلون اوضح لكم يا شباب. انا المحاضرات ببحثها بالالوان، من تشوفوها هي كافيه، حتى لو ما تفتهم هي الالوان هي تدليك. فهنا نفس الشيء، هسه هاي اي ان نا جي اي، يعني دا تشوفون الحل واضح شباب؟ واضح. هسه جاي بالعكس، decrypt the cipher text using Playfair، نفس الطريقه بالضبط وياي. لاحظ هنا السايفر تيكست always has even number of characters. ليش؟ منو يقول لي؟ لأن ضفنا حرف دكتور. إذا كانت فردية نضيف حرف. إذا كانت فردية ضفنا حرف، فهي غصبا ما عليه لازم تكون even. وياي؟ واضح شباب لو لا؟ واضح شلون ترجعها؟ ضاعوا لي هسه انتوا على الماتريكس هاي تشوفون شلون ترجعها. جي اي شلون ترجعها؟ جي اي كابيتال شلون راح ترجع؟ اي ان تصير، تصير اي ان. ضاعوا لي هنا شنو ال 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 الرولز بالديكريبشن؟ اذا كانت تحت نفس الكولوم ف take the letter above each one،
راح تاخذ اللتر اللي فوقه بالعكس، عكس العمليه. واذا نفس الرو راح تاخذ مو اليمين، راح تاخذ اليسار. بالريكتانجولر نفس الشيء. فهمناها شباب؟ نعم دكتور. زين. هذا شباب بالنسبة لكم بحطي كأريد يعني اعتبروه فد هوم وورك. هنا مو كلمة واحدة، هاي هنا الكي وورد مالتي بلاي فير اكزامبل، كتبت بلاي فير اكزامبل. هنا شنحذف؟ حذفنا الحروف المكررة. باعولي حتى من تقرول هذا المثال تحروه كهوم وورك. هنا اكو تشوفون حروف بالاحمر، تشوفون هاي الحروف اللي بالاحمر. اي هاي شنو هي الحروف اللي بالاحمر؟ هاي الحروف الحاذفه، لان البلاي بلاي فير بها اي واي وار، بس انا ما كتبت الاي، خليتها هنا حمراء وياي، لان ما راح اكتبها لان حذفتها. بلاي فير اكزامبل اكزا يعني اي، اكو هنا اكو اي بكتبتها حذفتها. اكزامبل بي ال اي كلها راح احذفها. اذا تفتهموني انا بس دادليكم وياي. هنا مدليك بالخريطه، خريطه مسوي لك انه شلون اي ام وشلون الاتش بي، يعني هنا اذا نفس الصف الحرف اذا مستطيل بيناتهم شلون راح يكون، اذا بنفس العمود اذا بنفس الصف شلون راح اشفر. واضح شباب؟ والله دكتور. هنا أنا ضايف حرف اكس، ليش حرف اكس؟ لانه كلمه تريز تري حرف دبل اي ففصلتهن باكس. فمن تقرون المثال اعتقد المثال واضح بالنسبه لكم. زين نجي إلى موضوع جديد، وهو موضوع مهم وداخل بالامتحان مال الكورس بالميد، هو الهيل سايفر. هيل سايفر يعتمد على شغلتين رئيسية، يعتمد على الرياضيات 100%، يعتمد على الماتريكس والانفيرس مالتها. حكيت لكم أنا بداية السنة أو بداية الكورس أنه بعض الشفرات تحتاج ماتريكس، تجي بشكل ماتريكس ولازم نوجد لها انفيرس. فلازم تعرفون 2 × 2 3 × 3 شلون نوجد لها انفيرس. مع ذلك راح تشوفون محاضراتي مرتبها بالالوان والزائد والناقص وشون توجد الانفيرس بطريقه معينه، يعني كلش موضحه، خاف اللي ناسي. ايضا نحتاج المود ويا الماتريكس، لانه حكينا كله ضمن المود. فنجي على الهيل سايفر. الهيل سايفر هو بوليغرافيك سبستيتيوشن سايفر. سؤال، الهيل سايفر is mono alphabetic substitution cipher. False. الهيل سايفر a polygraphic transposition cipher. False. الهيل سايفر هو شنو؟ polygraphic substitution cipher. وضحت شباب؟ خاف تجي؟ واضح جدا. On linear algebra. Developed اللي اشتغل بيها او طورها هو فتشخص رياضي، يعني مو رياضي يلعب طوبه وكذا، لا يعني عالم رياضيات اسمه ليستر هيل، ليستر اس هيل. هي اول طريقه عمليه، واز براكتيكال
operate with more than three symbols at once. استخدمت ثلاث حروف مرة واحدة. أول طريقة اشتغلت بثلاث حروف وأكثر من ثلاث حروف لأول مرة. طريقة الإنكريبشن هي فيكترات وماتريكس. فيكترز وماتريكس. فالسايفر تيكس هو يمثل لي الكي. الكي هنا أنا ماتريكس. في البلين تيكس اللي هي فيكتر مود 26. البلين تيكس هو كي انفيرس في سي سايفر تيكس. الكي انفيرس هنا انفيرس الماتريكس هاي مود 26 طبعا ضمن المود. في الفيكتر مال السايفر تيكس مود 26. زين من يقول لي هاي شنو ليش البلين تيكس والسايفر تيكس فيكتر يعني شلون يصير فيكتر؟ من يقول لي نظام المصفوف الرياضياتي انه عدد الاعمده يعني عدد الصفوف يعني تعرفون شنو معناتها؟ قصدي شنو معناتها؟ قصدي معناتها انه العباره البلين تيكس البلين تيكس اللي هي جمله او عباره او كلمه واحده اقطعها الى حرفين حرفين او ثلاث حروف ثلاث حروف او اربع حروف اربع حروف واسويها فيكتر واضربها بالماتريكس الكي حتى مود 26 راح يطلع لي فيكتر سايفر تيكس. يعني كل ثلاث حروف بالبلين تيكس تتحول الى ثلاث حروف بالسايفر تيكس او كل حرفين بكل حرف او كل اربع حروف باربع حروف. فهمتوني ايش اقصد بالفيكتر؟ نعم نعم نعم. منو قال لي عفوا؟ ها اوكي العفو ابو تقول يعني عفوا دكتور بتريد تسأل. زين مثل الدايجراف هاي ايضا راح تشتغل على groups of letters. هذا فراغ groups of letter. زين اللي يختلف انه راح استخدم different size of blocks of letter. يعني شنو different؟ يعني بالبلاي فير استخدمت دايجراف مو ترايجراف وثابتة حرفين حرفين ما اشتغل ثلاث حروف بكيف او اربع حروف. هنا لا هنا البلوك مختلف يعني قد يكون حرفين قد ثلاث حروف قد اربع حروف بكيف او حسب السؤال اللي سألك بي. تكنيكلي هو بولي الفا بوليغرافيك سبستيتيوشن سايفر قد يشتغل كدايجرافز يعني حرفين حرفين او قد يشتغل كترايجرافز اللي هو ثلاث حروف ثلاث حروف بالبلوك. نظريا قد يكون اني سايز. هذا العلم مال الهيل سايفر يعتمد على قاعدتين اساسيه. قاعده انه فهمك ايش قد تفهم بالماتريسز اللي هي المصفوفات والماتريسيز هو ما هو هو الجمع مال ماتريكس او ماتريكس. وايضا يعتمد على المود. اذا راح نعتمد على الجمع والطرح والكذا مال المود ايضا راح يعتمد على الماتريسيز القواعد مالتها الانفيرس مالتها المحدد. هاي كلها مهمه بالنسبه لهذا الموضوع. ليش؟ لانه هذا التجفير مال هاي الطريقه هو يعني اكثر اعتماديه بالطبيعه مالته على الرياضيات. وكل ما تكبر البلوكس كل ما هو تصعب عمليه حل الماتريكس. فنيجي هنا طبعا اول صفحتين ثلاثه هو اشترح بصراحه بس هي يعني راح تتعلموها بالمثال افضل. المهم حتى نشفر مسج معينه بالهيل سايفر اول شيء نحتاجه الكيورد مالتي. الكيورد مالتي راح يكون كلمه قد تكون كلمه بس هاي الكلمه احولها الى ماتريكس قد تكون 2 في 2 دايجرافز أو قد تكون ثلاثة في ثلاثة تريجرافز. يعني مثلا إذا جتكم البلين تيكست تباب
اذا جتكم الميت ال 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 الكلمه البلين تكست ست حروف، شو تفضلون تاخذوها الماتريكس الكيورد 3 في 3 لو 2 في 2؟ منو يجاوبني؟ يا دكتور 2 في 2 اسهل. مو اسهل لان ما تصير 3 في 3، احنا نحتاج سكوير ماتريكس وياي. ليش سكوير ماتريكس؟ حتى اوجد لها انفيرس. فاذا ست حروف لازم 2 في 2. فهمتوني شو اقصد شباب؟ اذا جتني 9 استخدم 3 في 3 وهكذا. زين، كل 3 حروف او كل حرفين هنا انا راح استخدم فيكتورز، راح استخدم فيكتورز ولل بلين تكست هنا انا وي اولسو تيرن ذا بلين تكست انتو دايجرافز. راح اقسم البلين تكست الى حرفين حرفين او ثلاث حروف ثلاث حروف واخليها بكولوم فيكتور، بعدين اضربها بالكي ماتريكس واخذ مود 26. هاي راح نفتهمها بالمثال اكثر. To encrypt the message, each block of a letter or n component of vector is multiplied by n في n matrix. هاي مبينة واضحة. ايضا عملية الديكريبشن، كل بلوك راح اضربه بالانفيرس matrix حتى يرجع لطبيعته. اذا لازم الماتريكس لازم قابلة اللي اختارها انفيرتبل، قابلة للانعكاس، يعني إلها انفيرس وهاي بها شروط. هنا أيضا الكيورد قد يكون هنا بشكل كلمات، مثلا كلمة view لازم أحولها إلى حروف وبعدين أرقام. يعني هسه هاي view شلون تنكتب؟ V-I-E-W أو quickness، quickness هيك أكتبها، أحولها إلى أرقام حتى أوجد الانفيرس مالتها. نجي الديكريبشن. الديكريبشن هي عملية معاكسة للإنكريبشن، انه تجيك السايفر تكست ما يجيك البلين تكست، فتجي تقسم السايفر تكست الى الى حروف وتخليها بفكتر وتضربها بالانفيرس وتاخذ المود. هنا تو كومبليكيشنز نوجدها حتى نجد الانكريبشن للماتريكس. اول شيء لازم ناخذ بالاعتبار انه مو كل الماتريسيز هاف انفيرس، مو كل الماتريكس لها انفيرس، فاحنا من نختار كي لازم لها انفيرس. فالماتريكس مالتي الماتريكس مالتي تمتلك انفيرس اذا شنو؟ اذا المحدد مالتي الديتيرمينانت از نوت زيرو. تتذكرون هذا الشيء، اذا المحدد مو صفر، اذا المحدد صفر ما اقدر اجد الانفيرس. ايضا شرط ثاني، اذا المحدد مالتي هو common factors، هو اي عوامل مشتركه ويا المود. فاذا اني اذا اخذ المود 26 لازم المحدد ما يساوي لنا لا 2 ولا يساوي لنا 13. اذا هسه صارت ان المحدد لا يساوي لنا صفر ولا common factor ويا المود. واضح؟ وبالتالي إذا طلع المحدد مالتي صفر أو طلع المحدد مالتي 2 أو طلع 13 معناتها الماتريكس مالتي ما أقدر أستخدمها ويا الهيل سايفر، وأستخدم another matrix بهاي الحالة. واضح شباب؟ واضح. نجي هسه للرياضيات. Encrypt the plain text attack using the Hill cipher for the key.
هنا أنا ما نعطيني كلمة، هو نعطيني ماتريكس مباشرة، اثنين ثلاثة ثلاثة ستة، قد يعطيني كلمة أسويها عن بشكل ماتريكس. فأجي هنا أنا. أول شيء رح أجي البلين تكس، إيش قلت كم حرف باعوا لي إياها؟ ستة أربعة ستة شباب ملكي أتاك. فش راح أسويها؟ راح أسويها قطعها اثنين اثنين، الـ AT والـ TA والـ CK. شنو اللي غصبني أسوي هيك شيء؟ اللي غصبني هو الكي اللي ناطيني إياه اثنين في اثنين، هو حددني. اتهمتوا علي؟ يعني ما يصير هنا أنا هو الكي ماخذ اثنين في اثنين وأنا آخذ ثلاث حروف ثلاث حروف. واضح له لا؟ هسه الفيرز، هسه شنو القانون؟ سايفر تكس يساوي ان كي في البلين تكس مود 26، اول فيكتور هو الاي تي هو 0 ب 19. زين اذا هاي خليتها 0 ب 19، هنا هنا خليت الماتريكس مالتي 2 ب 3 و 3 ب 6. هنا أنا ما أحتاج تنفيرس، ليش؟ لأنه عملية تجفير اعتيادي، أحتاج الماتريكس. فهنا أنا صف في عمود تشوفون مسوي خطوة خطوة للتوضيح لكم، 2 في 0 زائد 3 في 19 هذا اللي فوق، بعد 3 في 0 زائد 6 في 19 كله مود 26، يطلع لي عمود فيكتور 57. هسه هاي هي 2 في 2 وهنا 2 في 1 وياي، فراح يطلع لي راح يطلع لي 2 في 1 اخذ له مود، طلع لي 5 ب 10، 5 حرف اف وال10 حرف كي. فانا احتاج هاي اصلا الارقام لازم اسويها على مود الدرجه اخذها كامله. واضحه لو لا؟ هاي شلون شفرهن اول حرفين، يعني اي تي شفرت الى كابيتال اف بكي. واضحه دكتور؟ تي اي نفس البروسيجر ام اف، السي كي نفس البروسيجر طلع لي اي او. اذا طلع السايفر تيكس اجمعهن اف كي ام اف اي او. اكو واحد عدل هنا انا مشكله؟ لا عفوا دكتور، التقطيع بين تكست. نعم اللي حدد يعني نيال ماتريكس، اللي حدد نيال دايمنشن ماتريكس. تمام نعم نعم طبعا. نعم كلش مهم. زين العفو دكتور، اذا اجى حرف شو اسمه الكلمه عدد حروفها فردي في حرف يعني زياده بالبلين تكست تقدر تضيف حرف اكس مثلا، بس اني من راح اعطيكم كلمه ما راح اعطيك حرف نقص، يعني راح اعطيكم حروف كامله. تمام. بس مع ذلك سؤالك حلو، تقدر تضيف حرف لانه ما تقدر تكمل، يعني لازم تضيف حرف. شايتك صحيح نعم، قد تجي هيك جمله او كذا ناقص حرف ضيف لها حرف. واضح؟ يعني مو زين اكس نضيف هنا ما يأثر، تدري ليش ما راح يأثر عندك؟ لأن هنا من راح تضيف اكس مثلا ضيف اكس، تدري ليش؟ لأن انت هنا من بلين تكس راح تحتاج فقط الخمس حروف، الحرف السادس بعد ما تحتاجه. لتفتهمني شفرتها الخمس حروف، الحرف السادس اللي ضفته اكس انت ما تحتاجه، بس خليته على مود الماتريكس على مود النتيجة. فهمتني شو اقصد؟ تمام دكتور. نعم دكتور، اذا كانت الكلمه نريد نشفرها اربع حروف والكي اربعه نضرب مباشره شلون يعني؟ لو هم لازم الا نقطعها يعني ما نصير نضرب النص اربعه في اربعه. هاي اذا كانت الماتريكس مالتي اربعه في اربعه، هو اقصد يعني بدا كلمه اتاك فالكلمه فيها اربعه. تقسم البلين تكس الى اربعه اربعه، تقسم البلين تكس الى اربعه اربعه. نعم لا دكتور مو هذا قصدي،
اقصد الكلمه هي اللي قاعد اشفرها اربع حروف والكي أي اربع نعم مره واحده اي مره تستخدم ما تحتاج تقسيم نعم بس هاي يعني انت كل ما زيد الماتريكس مالتك ترى مو سهوله راح تشوف صعوبه كلش هوايه على كل بس السؤال يعني نعم decrypt the cipher text هسه عندك اريد ارجع هذا نفس هسه cipher text اللي مال المثال السابق استخدم نفس الكي احنا هنا ايش نحتاج الفقره الجديده ايش نحتاج انفيرس يعني البي شو يسوي كي انفيرس في سي مود 26 واضح الانفيرس مالتي مال الكي هو واحد على المحدد مال الكي اللي هو هاي الكي في الادجوينت كي او الواحد على المحدد هو كي انفيرس اللي راح نعرفه اللي هو شنو هو هذا هسه راح نشوفه في الادجوينت كي او اذا اعتبرته دي فهو واحد على المحدد في الادجوينت او الواحد على المحدد هو دي انفيرس في الادجوينت كي هسه راح نجي ناخذها بالتفصيل شنو الديتيرمينت المحدد اذا عندك محدد دي هي A B C D شنو المحدد A في D ناقصا B في C على شرط ان المحدد ما يساوي لنا صفر ماشي تمام زين فهسه الكي مالتك 2 ب 3 3 ب 6 المحدد مالتها ايش قد 3 صح 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 زين واحد على دي واحد على ثلاثة adjoint يعني joint k أو نقدر نقول دي inverse adjoint k ليش لأن هنا راح نستخدم مود فشنو الدي inverse للثلاثة تسعة هنا أنا يا شون عرفته أي رقم الدي إذا أضربه في الدي inverse مالته لازم يطلع لي واحد مود 26 فأنت مو إلا شرط من الجدول الحافظينه أي رقم لازم أضربه في الانفيرس أي رقم أضربه به حتى يطلع لي واحد مود 26 فهنا ثلاثة في الدي انفيرس يطلع لي واحد مود 26 إذن تطلع لي تسعة فهمتوني شو أقصد لو ما فهمتوني واضح زين هسه هذا الواحد على المحدد اللي هو نفس الدي انفيرس يعني هذا واحد على ثلاثة يعني هنا تسعة أخلي في الادجوينت كي الادجوينت للماتريكس إذا عندي اثنين في اثنين طريقة سهلة أكو كلش ما أخذيها أكيد بالرياضيات الأي مكان الدي أبدلهن أخلي دي مكان الأي أبدلها والبي والسي إيش راح أخليهن سالب بسالب تتذكروها لو لا نعم دكتور نعم فهسه انا عندي الكي عندي الادجوينت كي هذا الكي هذا الادجوينت مال الكي هو ايش راح يكون الستة مكان الاثنين والثلاثات راح اضيف للناقص ثلاثة ناقص ثلاثة زين هذا ضمن المود مال 26 يعني ناقص ثلاثة هي 26 ناقص ثلاثة 23 والناقص 3 هنا 26 ناقص 3 هي 23 واضحة لو لا واضحة دكتور إذن هسه أجي أكمل إذن الانفيرس مالتي مال مال الماتريكس مالتي هو دي انفيرس اللي هو 9 في الأجوينت مال كي اللي سويته كل مود 26 طلعت الانفيرس هسه أقطع السايفر تيكس بنفس طريقة البلين تيكس إلى 2 2 وسويهن كولوم الاف كي هي 5 ب 10 الام اف هي 12 ب 5 الاي او هو 8 ب 14 وأجي أضربهن في الانفيرس راح تطلع لي رقم مود 26 راح تطلع لك باعولي طلعتها نفسها الـ 80 TACK واضح شباب لو لا
واضح دكتور. ترى يعني مسويها اطول اي، بس انا مسويها خطوه 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 بالالوان، فيعني ما تيهك يعني. يبقى شنو؟ يبقى انت ضعيف بالرياضيات، او هي يعني بصراحه يعني ما نعتبرها رياضيات يعني، فشي كلش بسيط الانفيرس يعني وياي. زين هذا الشيء شوي راح نقوي، راح ناخذ 3 في 3 زين. هسه encrypt the plain text safe messages using Hill cipher for the given key ciphering. كلمة ciphering راح امليها SIP ciphering HERING راح تصير ارقام. safe هسه ال SAF راح اقسمها 3 3. من يقول لي ليش مصفوفة مالتنا؟ 3 حروف و3 حروف. بقت حرفين بالأخير شلون؟ على قولة أمير بقت حرفين. نضيف حرف. نضيف حرف إكس. نضيف. خلنا نتفق على الحرف من هسه إكس حتى الكل تحل نفس الحل. زين. فهسه الـ SAF الـ EME الـ SSA خليتين أرقام. هسه السايفرنج مالتي ما عندي اي مشكله به الانكربشن، مشكلتي بالديكربشن. الكي مالتي اضربها في الحروف الثلاثه تطلع، ما احتاج المحدد وما احتاج كل شيء، راح اطلعها 3 في 1 راح يطلع لي HDS. دقيقه. ثاني 3 حروف ادخلهن تطلع لي اي او اي. ثالث 3 حروف دخلتهن طلعت لي واي كيو او. رابع 3 حروف دخلتهن طلعت لي سي اي اي. واضح شباب؟ واضح. نجي بالديكريبشن، ايضا مو صعب هو اذا اللي يعرف الانفيرس. ديكريبت العباره السابقه باستخدام كلمه سايفرنج. اجي هاي اقسمهن 3 حروف و3 حروف. زين كل حرف الى رقم. البلين تيكس حتى اطلعه هو الكي انفيرس في السايفر تيكس مود 26. شلون اطلع الانفيرس؟ هو 1 على المحدد adjoint k او k inverse في adjoint k او 1 على نفس الشيء ال k او ال d نفس الشيء، يعني لا تخربطكم نفس الشيء. هاي نفس هاي. جيت هنا دا اذكركم بالمحدد، شلون المحدد توجده؟ تحذف صف وتحذف عمود، هاي الاي ناقصا حرف الوسط راح تحذف الصف وتحذف العمود. ايش راح يبقى لك من تحذف الصف والعمود؟ الدي اف والجي اي زائدا السي، وتفتح على السي راح يطلع لك دي اي واتش وجي واتش. هاي تعرفوا المحدد شباب مو؟ هسه طلع رقم، ضعوا لي هسه هذا الرقم طلع. انا معلمكم طريقتين لايجاد الانفيرس، تذكرون لو لا؟ انتم هذا الرقم ايش قد مضروب فيه، ايش قد حتى يطلع واحد مود 26؟ معلمكم طريقتين صح لو لا؟ زين ف ترجعون للطريقة السابقة راح توجد انه الدي انفيرس يساوي لك 5. ليش 5؟ 5 اضربها في 1 2 4 3 راح يطلع لك مود 26 راح يطلع 1. ايش بقالي؟ بقالي الجوينت. الجوينت مالتي اذا تشوفون هاي العلامات الحمر والزرق
الجوينت هنا هسه واحد على المحدد زائد احمر سالب زائد سالب زائد سالب زائد سالب زائد بعدين ترانسبوز. الترانسبوز هي جعل الصف عمود وجعل العمود صف. فهذا هو راح تفكوه. طبعا هاي هناك حروف هاي بس دا اذكركم به. شباب تذكرون الانفيرس مال 3 في 3 مو؟ نعم دكتور. هنا أنا وصل لهنا أنا أخذ الترانسبوز سوى بالترانسبوز سوى لي جعل الصف وياي هنا أنا هسه ترانسبوز راح يسوي الصف يصير عمود هذا الصف صار عمود وهذا الصف يصير عمود وهذا الصف يصير عمود وبالتالي راح يضربهم في 5 وياخذ بون 26 ويطلع الانفيرس. من طلع الانفيرس سهلة القصة راح يبتدي. نعم دكتور اقدر اختصر هاي الخطوات واسوي الانفيرس بالحاسبة مباشر لو لازم اكتبهم بالامتحان؟ لا لازم هاي الخطوات. تمام شكرا. يعني لو يعني احنا اصلا الحاسبة ممنوعة بال 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 شو اسمه يعني انت اذا طلعت لي رأسا الحل بدون ما تحلك اياه ما تحله بهالشكل يطلع غلط. بس هم زين ذكرتني حتى اقول لهم بالامتحان ما تجيبون حاسب. لا تحتاجون حاسب مو مشكله على كل بس انا احتاج على الخطوات امشي على الخطوات. زين وانت لا تنسى ايضا انه ايضا الحاسبه ما راح تفيدك بهاي الحاله. ليش ما قلت لي؟ نعم دكتور. ليش؟ أنا دكتور طلعتها هذا المثال حليته بهاي الخطوات وبالحاسبة طلعت نفس النتائج بالضبط. نفسها؟ مو هذا مود. بعدين مود. آخذ لمود. بعدين تأخذ لمود. نعم. ايه. نعم. زين. فهسه نجد الكي انفيرس في سي مود 26 الكي انفيرس في سي مود 26 لثلاث حروف ضاعوا لي طلعت نفسها. سيف مي انت منو هسه بدي احكي وياك كان منتظر منتظر. نعم دكتور منتظر ما شاء الله سابقني بالمحاضره. زين اس اس اي وجي اي اس سيف مسج. هنا انا اذا عندكم سؤال شباب السلام عليكم دكتور.